اهلا بكم في حلقه جديده من انفيرس لابلاس ترانسفورم، تحويلات لابلاس العكسيه، ودي الحلقه الرابعه من سلسله لابلاس او تحويلات لابلاس وتحويلات لابلاس العكسيه. والنهارده هناخد مثال عام هندمج فيه بعض النظريات مع بعض بحيث نفهم الموضوع بالتفصيل. ويا ريت قبل ما تسمع حلقه النهارده لازم تكون سامع الحلقه الثالثه من انفيرس لابلاس ترانسفورم اللي هي الحلقه اللي قبل دي مباشره عشان تفهم موضوع النهاردة بالتفصيل. عموما اخدنا قبل كده ان لو انا عندي time function f t ناقص t capital، t capital هنا ده عبارة عن constant. لو انا عايز لابلاس للدالة دي قلنا قبل كده الدالة دي اسمها time shift theorem، نظرية time shift، بمعنى ان عندي t حصل لها shift بمقدار t capital، t capital قلنا ده constant 2 3 ايا كان. خلي بالك هنا عشان اجيب لابلاس لدي بلغي السالب تي كابيتال دي بعتبرها مش موجوده دلوقتي واجيب اف اوف تي، اف اوف تي دي اجيب لها لابلاس تبقى اف كابيتال اوف اس، واجي اضربها في اكسبوننشال سالب اس تي كابيتال، التي كابيتال اللي هنا دي بحطها زي ما هي واضربها في اس، وهنا طول ما الاشاره سالبه بحطها هنا سالب، لو الاشاره هنا موجبه بحطها هنا موجب، تمام؟ دي اسمها التايم شيفت ثيرم، نظرية التايم شيفت، بمعنى ان في شيفت في التايم عندي. النظرية التانية ودي اشتغلنا عليها كتير قوي في فيديوهات قبل كده اللي اسمها فريكوانسي شيفت، بمعنى ان اف اوف تي مضروبة في اكسبوننشال عندي. خلي بالك الاكسبوننشال هنا في التايم دومين، اما الاكسبوننشال هنا في الاس دومين، تمام؟ في اللابلاس ترانسفورم. اف اوف تي هنا اجيب لها لابلاس تبقى اف كابيتال اوف اس، اشيل كل اس اعوض عنها باس زائد اي، يبقى تاني اف اوف تي بجيب لها لابلاس تبقى اف كابيتال اوف اس، اشيل كل اس في الناتج اللي طالع واعوض عنه باس عكس الاشاره اللي هنا، اس زائد عكس الاشاره اللي هنا تبقى اس زائد اي. طب لو كانت اكسبوننشال اي تي تبقى اس ناقص اي، تمام؟ وخدنا امثله كتير على النظريه دي. نظريه النهارده دي اللي هنشتغل عليها اللي هي النظريه الاولى اللي هي التايم شيفت. يتضح المقال بالمثال، ناخد مثال لو عندي داله كده، خلي بالك هنا اهو في الاس دومين مضروبه في اكسبوننشال، خلي بالك الاكسبوننشال في الاس دومين، الاكسبوننشال هنا في الاس دومين، قارنها هنا تبقى سالب اس تي كابيتال بسالب 2 اس، يبقى التي كابيتال بكام؟ ب 2، يبقى هجيب اف اوف تي ناقص 2. قلنا عشان اجيب اف اوف تي في الاول بجيب الاف اوف اس دي بجيب لها لابلاس العكسي، يبقى دي هعتبرها الاف عندي في الاس دومين واجيب لها لابلاس العكسي وبعد كده اعمل شيفت. يبقى تاني هقول ان اف كابيتال دي عباره عن اف واحد، الداله دي هسميها اف واحد اوف اس، مضروبه في الاكسبوننشال، قلنا الاكسبوننشال ده هقسمه او اخليه في نهايه الحل، اف واحد اوف اس هنا هتبقى اللي هي الجزء ده، تمام؟ هروح الاف واحد اوف اس دي هجيب لها التايم دومين الاول، هجيبها في التايم دومين الاول، اف واحد اوف تي، خلي بالك الاف سمول دي بتعبر عن تايم دومين، اما الاف كابيتال بتعبر عن اس دومين. بعد ما اجيب اف واحد اوف تي هعمل لها شيفت، شيفت بمقدار كام؟ هنا سالب 2 مضروب في الاس، يبقى تعوض عن سالب تي كابيتال هنا بسالب 2، تمام؟ هتروح دي تبقى الاف اللي انت عايزها بتاعت المساله عباره عن ايه؟ اف واحد دي عامل لها شيفت بمقدار 2، شايفها؟ يبقى تي ناقص 2، يبقى اشيل كل تي من هنا واعوض عنها بتي ناقص 2. يبقى المساله في البدايه ابدا ازاي؟ ابدا بالجزئيه دي، لازم اخد الفانكشن اللي هنا هسميها فانكشن جديده اف واحد كابيتال، خلي بالك في الاس دومين، هجيب اف واحد سمول، تمام؟ في التايم دومين، بعدها اعمل لها شيفت، بعد ما اجيبها اعمل لها شيفت، يبقى هو ده الحل المطلوب، تمام؟ يبقى احنا هنشتغل على الجزئيه دي في الاول. الجزئيه دي هناخد المقام من الدرجه الثالثه، محتاج ان انا احلله عشان اطبق البارشال فراكشن. الداله دي عشان اطبق عليها البارشال فراكشن اول حاجه ابص للبسط، هل البسط درجته اقل من المقام؟ يبقى اطبق البارشال فراكشن على طول. طب لو درجه البسط تساوي او اكبر من المقام يبقى لازم تعمل قسمه مطوله الاول، قلنا الكلام ده في فيديوهات سابقه. يبقى هنا درجه البسط اقل من المقام هطبق القصور الجزئيه مباشره، بس عشان نطبق لازم المقام احلله، عشان احلله هدخله على الاله، هاخد القيمه دي على الاله او الماتلاب احللها، تمام؟ اقول المقام بيساوي زيرو، بعد التحليل طلع القيم بالشكل ده، عندي جذر ريال وجذرين كومبلكس وكونجيجيت كمان، يبقى دي عباره عن الفيديو السابق، عشان كده قلت لازم تسمع الفيديو السابق، تمام؟ طول ما الجذرين كومبلكس وكونجيجيت هبتدي احل المساله. بس قبل ما تحل لازم تاخد بالك ده في المقام، يبقى هتقول افتح ثلاث اقواس، القوس الاول اس ناقص الجذر الاول، القوس الثاني اس ناقص الجذر الثاني، اس ناقص الجذر الثالث، هتحل المساله كده هتبقى غلط. ليه؟ خلي بالك اس تكعيب هنا معاملها 2، ايه معنى الكلام ده؟ لو خدت المعادله دي قسمتها على 2 بالشكل ده، خدت المعادله اللي فوق قسمتها على 2 بحيث ان معامل اس تكعيب يبقى بواحد،
ايه اللي هيحصل؟ ادخلها على الاله او الماتلاب، هيديك نفس الجذور اللي فوق، مفيش فرق. يعني يا باشمهندس لو انا مسكت اللي فوق دي وقلت اس ناقص الجذر الاول في اس ناقص الجذر الثاني في اس ناقص الجذر الثالث، عوضت هنا يطلع غلط. اه غلط، لان معامل اس تكعيب ب2، لان الداله دي لو رجعت تاني قسمتها على 2 وحللتها اداك نفس الجذور. معنى كده الاله ما فرقتش بين المعادله دي ودي. ليه؟ لان الاله اصلا بتخلي معامل اعلى باور هنا دايما بواحد، بمعنى ان عندك المعادله اللي فوق دي هتاخد منها 2 عامل مشترك تطلع بالشكل ده، تمام؟ الاله بتاخد الجزء اللي جوه ده تحلله، طب الاثنين اللي بره بتهملها او مش بتاخدها في الاعتبار، خلاص؟ فبالتالي حلك كده هيبقى غلط. ايه معنى الكلام ده؟ ان لازم في المقام اخد 2 عامل مشترك الاول والباقي هو التحليل، تمام؟ يبقى كده ادي 2 القوس الباقي ده انا حللته يطلع الثلاث جذور اللي فوق. يبقى اروح تاني للمقام، المقام خدت 2 عامل مشترك اهو، هعمل كام قوس؟ 3 عشان تكعيب. يلا 3 اقواس، القوس الاول اس ناقص الجذر الاول ناقص، اضربها في ناقص تبقى موجب، اس ناقص الجذر الثاني، خلي بالك هتضرب ده كله في ناقص، تمام؟ يطلع هنا بالشكل ده. الجذر الثالث اس ناقص ناقص الجذر الثالث، تمام؟ يطلع القوس الثالث عندك بالشكل ده، تمام؟ والبسط عندي زي ما هو. خلي بالك هنا في 2 في المقام خدت عامل مشترك، يبقى تاني اي داله في المقام عشان تتحلل لازم معامل اعلى باور بتاعها يبقى بواحد. طب اعمل واحد ازاي او اخليها واحد ازاي؟ يبقى اخد 2 عامل مشترك عشان معامل اس تكعيب يبقى بواحد، اخد الجزء ده احلله بالآلة زي ما انت شايف كده، تمام؟ يديني 3 اقواس تحت. هبتدي اخد البسط ده اقسمه على 2، يعني الاثنين دي هرفعها فوق بنص واضرب نص في البسط، تمام؟ ادي نص في البسط على المقام. هبتدي اطبق القصور الجزئيه، قلنا 3 اقواس من الدرجه الاولى، يبقى القوس الاول اهو في المقام البسط بتاعه ثابت، القوس الثاني البسط بتاعه ثابت، القوس الثالث البسط بتاعه ثابت. عايز اجيب الثلاث ثوابت، اعمل ايه؟ يلا الاي دي اجيبها ازاي؟ ابص للمقام بتاعها، المقام هنا الغي من الداله الاصليه، الغي من هنا، الباقي ده يبقى ده الباقي، اعوض فيه اس بكام؟ اخد المقام بيساوي زيرو، يبقى اس بتساوي سالب القيمه دي. اعوض في الداله اللي طلعت دي باس بسالب القيمه دي، تطلع بالقيمه دي. نفس النظام مع البي، البي القوس المقام بتاعها او القوس بتاع المقام اهو، الغيه من الداله اللي قبلها او من الداله الاصليه، تمام؟ هنا هيفضل عندي البسط والقوس ده وده، ده الفاضل عندي. اخد المقام ده يساوي زيرو، يساوي زيرو يبقى اس بتساوي القيمه دي تبقى موجبه، اعوض بيها بالداله دي في الداله اللي هنا بالآله تطلع بالقيمه دي. يلا السي نفس النظام، المقام بتاعها اهو، الغيه من الداله اللي فوق، هيفضل عندي الجزء ده، اعوض فيه بكام؟ اخد المقام بتاع السي عشان انت عايز سي بيساوي زيرو، يبقى اقول اس بتساوي القيمه دي اهي، تمام؟ من هنا اعوض في الداله دي بالقيمه دي، هطلع بالقيمه دي. خلي بالك البي والسي يطلعوا كونجيجيت وكومبلكس كمان عشان انت شغال على ايه؟ كومبلكس روتس، عندي جذور مركبه. جبت الاي والبي والسي، هبتدي اعوض، بعد التعويض هبتدي اشتغل كومبلكس، اوكي؟ فعشان كده لازم تبقى حافظ القوانين اللي هقولها دلوقتي. القوانين دي اتشرحت في الفيديوهات السابقة مش هعيدها تاني، بس يهمني ان انت تبقى عارف كوزين سيتا، سيتا فقط هتبقى اي اس جي سيتا بالموجب زائد اي اس سالب جي سيتا، مرة سيتا بالسالب مرة بالموجب، خلي بالك الاتنين مضروبين في جي وباخد لهم الاكسبوننشال، تمام؟ مجموعين على 2. طيب يبقى لازم تبقى حافظ القانون ده، ساين سيتا عبارة عن ايه؟ اكسبوننشال جي سيتا، خلي بالك سيتا بالموجب، ناقص اكسبوننشال سالب جي سيتا، خلي بالك في ناقص في النص، واكسبوننشال سالب جي سيتا بعد الناقص، تمام؟ ما ينفعش تبدل ما بينهم، التبديل هيطلع اشاره سالب. هقسمها على 2 جي، يبقى فوق بقسم على 2 تحت على 2 جي، يبقى دي الساين، دي صوره الكوزاين ودي صوره الساين عشان في حل المساله. انا عوضت عن الثوابت بعد التعويض عن الثوابت، خلي بالك هنا ده قوس من الدرجه الاولى، بيفكرك بايه؟ واحد على اس زائد ايه، لابلاس العكس بتاعها عباره عن اكسبوننشال، خلي بالك اكسبوننشال عكس الاشاره دي، هنا زائد ايه تبقى سالب ايه، بضربها في تي. يبقى نفس النظام، يلا نطبق، اس زائد القيمه دي تبقى الثابت ينزل زي ما هو اهو، اكسبوننشال عكس الاشاره دي في تي. طيب القوس الثاني، يلا كده ده الثابت ينزل زي ما هو، هتقولي ده كومبلكس، ثابت خلاص ينزل زي ما هو، الكل خلي بالك بحطه بين قوسين مضروب في الاكسبوننشال بتاعت المقام، يبقى اكسبوننشال هقول المقام ايه؟ كل اس زائد ايه، يبقى الجزء الباقي ده كله ايه، اضرب ده كله في سالب، الجزء الباقي ده كله اضربه في سالب اهو، وبعد كده في تي بره، في تي بره خلي بالك، زائد نفس النظام ده ينزل ثابت اهو، كل ده ثابت بين قوسين مضروب في اكسبوننشال عكس اشاره الايه اللي هنا دي، عكس الاشاره اهي، الكل ده مضروب في ايه. ركز معايا كده، هنا الجزء الاولاني ده خلاص خلصنا، جبنا منه جبنا ليه لابلاس العكس ما فيهوش مشكله، الجزء الباقي ده اعمل ايه؟ هبتدي هنا، ركز معايا كده،
اول حاجه هجزأ الاس على الاساس، يعني اي اس الثابت في تي واي اس الثابت في جي في تي، نفس النظام هنا تمام مفيش مشكله. هبتدي هنا اي اس القيمه الموجبه تي، اي اس القيمه الموجبه تي، طب ما اخدها عامل مشترك بره، يبقى انا خدت عامل مشترك بره في الجزئيه دي تمام. هيفضل معايا الثابت في الاكسبوننشال نفس الثابت اللي هنا مضروب في الاكسبوننشال بس مره بالسالب، طب ما اخد الثابت عامل مشترك جوه، يبقى الثابت اهو الاكسبوننشال مره بالموجب زائد الاكسبوننشال مره بالسالب، هيفضل عندي سالب القيمه دي جي في الاكسبوننشال ده تمام، وهيفضل معايا زائد القيمه دي جي اكسبوننشال ده، طب ما تاخد سالب الثابت جي، سالب الثابت جي هيتضرب في الاكسبوننشال دي هنا اهي. طيب هنا زائد انت هتاخده سالب من بره، يبقى يبقى سالب جوه عشان خدت اشاره سالب على المشترك، والثابت ده ينزل زي ما هو. الصوره دي قريبه قوي من داله الكوزين، بس محتاجه ايه؟ اكسبوننشال الزاويه جي تي زائد اكسبوننشال سالب الزاويه سيتا جي تي، محتاجه ان انا اقسم على 2 في المقام واضرب 2 في بره في الثابت بره. يبقى انا هبتدي امسك دي اقسمها على 2 والثابت ده اضربه في 2 بره، يبقى دي خلاص دي صوره الكوزين. طيب صوره الساين هنا، بس لازم تبدا باكسبوننشال الموجب. طب لو باشمهندس لو كانت اكسبوننشال سالب الزاويه، لا خد سالب عامل مشترك بره تمام. اكسبوننشال الزاويه موجبه اهي ناقص اكسبوننشال سالب الزاويه جي تي، طبعا محتاجه دي اقسم على 2 جي واضرب بره في 2 جي، اقسم على 2 جي واضرب في 2 جي عشان يبقى ما عملتش حاجه. الصوره دي قريبه قوي من صوره الساين، ودي صوره الكوزين، كوزين الزاويه اللي هي ايه؟ القيمه دي الثابت ده في تي مع عدد جي، مش بتاخد الجي معاك في الحسبه زي ما قلنا. يبقى دي عباره عن الكوزين اهي، ودي عباره عن ايه؟ الساين. تمام يا شباب كده. طبعا عندك جي في جي هنا بسالب واحد اضربها في سالب تطلع موجب، واثنين في القيمه دي تطلع بالقيمه دي، خلي بالك اكسبوننشال بره. ده الحل النهائي. انت لو عايز تكتفل هنا صح، بس خلي بالك دي اف واحد وفي تي، لازم امسك الداله دي اعمل لها شيفت، لان الاف كابيتال اوف اس بتساوي اف واحد كابيتال مضروب في الاكسبوننشال سالب 2 اس. ايه معنى الكلام ده؟ يعني اف اوف تي سمول بتساوي اف واحد تي ناقص 2. ايه معنى الكلام ده؟ يعني داله اف واحد اوف تي اللي انت جبتها هنا هتعمل لها شيفت، تشيل كل تي تحط تي ناقص 2، دي اسمها التايم شيفت. مين سيرم عندي؟ زي ما قلنا، يبقى امسك كل تي في المعادله دي اشيلها اعوض عنها تي ناقص 2، يبقى التي اللي هنا تبقى تي ناقص 2 اهو بين قوسين، تي ناقص 2 بين قوسين، ودي تي ناقص 2 بين قوسين، ونفس النظام هنا. وده الحل النهائي. هل ده الحل النهائي؟ هو الصوره بالشكل ده مش لطيفه. انا ممكن اوصل للخطوه دي، بعد ما اوصل للخطوه دي زي ما شرحنا في الفيديو السابق، كوزين مضروبه في ثابت وساين مضروبه في ثابت ومجموعه ومطروحه، ممكن احولها لكوزين وحيده او ساين وحيده؟ ينفع. وبعد ما تحولها لكوزين او ساين وحيده تعمل لها شيفت في النهايه. تعال نشوف مع بعض، انا هبتدي اشتغل تاني من الخطوه دي. الخطوه دي عشان ابتدي احط المساله في هيئه صوره عامه او صيغه عامه احسن. تمام؟ يبقى دي الصوره عندي. عشان احل بيها لازم ابقى عارف كوزين اكس زائد او ناقص واي، وشرحنا الكلام ده في فيديو سابق، عباره عن كوزين كوزين ساين ساين عشان الداله كوزين. خلي بالك طول ما الاشاره هنا موجبه تحطها سالبه، لو كانت سالبه تحطها موجبه عكس الاشاره. طب لو ساين اكس موجب او سالب واي، طول ما هي ساين تبقى ساين كوزين كوزين ساين، دي الصيغه بتاعت مين؟ ساين مجموع زاويتين. لو كانت هنا موجبه تحطها موجبه، لو كانت سالبه تحط سالب في النص. تمام؟ يلا بينا كده، دي صيغه الحل اللي وصلنا له قبل الشيفت على طول. انا عايز احول الكوزين وحيده او ساين وحيده. قلنا قبل كده ان الكوزين هنا مضروبه في ثابت والساين مضروبه في ثابت، يبقى ينفع احول الكوزين او ساين وحيده. خلي بالك ثابت وليست داله. طيب الكوزين دي الثابت بتاعها جنبها اهو، يبقى اعمل مثلث زي ما انا شرحت قبل كده، فاي اهي اللي جنب الكوزين او المضروب في الكوزين، ثابت المضروب في الكوزين يبقى المجاور لفاي، المضروب في الساين يبقى هو المقابل لفاي، وده يعتبر الوتر. الوتر بتجيبه ازاي؟ ده تربيع زائد ده تربيع، هات له الجذر. ابتدي المعادله اللي فوق دي اقسم اللي جوه الاقواس على الوتر واضرب بره في طول الوتر عشان يبقى ما حصلش تغيير للمعادله. يبقى المعادله اللي جوه دي اقسم على طول الوتر واضربها بره في طول الوتر. ركز معايا كده، يبقى الجزء ده هقسمه على طول الوتر والجزء ده هقسمه على طول الوتر. القيمه دي على طول الوتر، القيمه دي على طول الوتر بتكافئ ايه؟ كوزين فاي. طب القيمه دي على طول الوتر اللي هي هنا بتكافئ ساين فاي، يبقى كوزين فاي اللي هي القيمه دي وساين فاي اللي هي القيمه دي. طب تان فاي مقابل على مجاور، وتقدر تطلع الزاويه. الزاويه يبقى عباره عن ايه؟ كوزين ماينس 1 القيمه دي، او ساين ماينس 1 القيمه دي، او تان ماينس 1 القيمه دي. طلعنا فاي.
هنبتدي نعوض. القيمة دي عبارة عن ايه؟ قلنا كوزين، عوضت عنها كوزين فاي، القيمة دي ساين فاي. بقيت المعادلة عندي، ركز معايا كده، كوزين كوزين ساين ساين، يبقى دي شبيهة بإيه؟ كوزين مجموع أو طرح زاويتين. بس لازم دايما الزاوية اللي تبقى في البداية هي الزاوية كدالة أو دلالة في الزمن. يبقى لازم أعيد ترتيب المعادلة دي، يعني تبقى كوزين الثابت في تي يبقى الأول، يبقى كوزين الدالة أو الثابت في تي يبقى الأول، كوزين فاي تبقى الثانية، مفيش تغيير. طب هنا ساين الداله في التي الاول، بعد كده ساين فاي، الاشاره موجبه تنزل موجبه زي ما هي. انا عدت ترتيب المساله مش اكتر. كوزين كوزين ساين ساين، يبقى دي داله ايه؟ كوزين. يلا نبدا كده، يبقى كوزين الزاويه الاولى والزاويه الثانيه تحطها هنا، يبقى كوزين افتح قوس الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، اللي في النص دي موجب يتحط هنا سالب عكس الاشاره، تمام؟ اهي اتحولت لكوزين وحيده، في مشكله؟ طيب الفاي بكام من فوق؟ اعوض عن فاي هنا، بعد التعويض عن فاي تطلع بالشكل ده. هل ده الحل النهائي؟ لا طبعا، دي اف 1 اوف تي، يبقى لازم تعمل لها شيفت. يبقى دي اف 1 اوف تي، قلنا ان انت الداله المطلوبه اف كابيتال اوف اس، يعني اف اوف تي، لازم اعمل للداله اللي فوق دي شيفت بمقدار 2، يعني اقول تي ناقص 2، اشيل كل تي من فوق اعوض عنها بتي ناقص 2، والتي اللي هنا بتي ناقص 2، وخلي بالك التي اللي هنا بتي ناقص 2، لازم بين اقواس. دي كلها خلي بالك الزاويه، هتفك هنا الثابت في تي والثابت ده في سالب 2، وعندك سالب الزاويه دي، ده كله هخلصه وتطلع بالشكل ده، الثابت في تي، الثابت في سالب 2، سالب الزاويه يطلع بسالب 17 وكسر، يبقى ده الحل النهائي، يبقى اعتقد الشكل لطيف شويه، بس انت حليته بصيغه ايه؟ كوزين. هل ينفع تحول المعادله اللي فاتت لساين وحيده؟ ينفع، ازاي؟ قلنا ان القيمه اللي هنا دي اللي مع الكوزين هتبقى هي المجاور لفاي، والقيمه اللي مع الساين هي اللي هتبقى المقابل لفاي، تمام؟ وده الوتر مش هيختلف نفس الطول. هنبتدي نقسم المعادله جوه على طول الوتر ونضرب المعادله بره في طول الوتر عشان ما يحصلش تغيير للمعادله. هنبتدي نقول ان الجزء ده عباره عن ساين فاي اهو مقابل على الوتر اللي هو القيمه دي عباره عن ساين فاي، القيمه اللي هنا دي عباره عن كوزين فاي، وتان فاي عباره عن مقابل على المجاور يطلع بالقيمه دي، تطلع فاي تطلع بالقيمه دي. تعال نعوض، يبقى دي ساين فاي والقيمه دي كوزين فاي، بعد التعويض تطلع بالشكل ده. يلا ساين كوزين كوزين ساين شبيهه بايه؟ داله ساين مجموع او طرح زاويتين. بس ابتدي اعيد ترتيب المعادله، زي ما قلنا ان لازم تبقى الزاويه اللي في دلاله في الزمن تبقى الاول. من الاول يبقى اخلي كوزين الثابت ده في تي الاول، لا غلط، ليه؟ لان داله الساين تبدا بساين، ساين كوزين كوزين ساين. يبقى مين الساين؟ اهي، يبقى لازم تبدا بساين، ساين الثابت في تي. يبقى ابدا بدي، يبقى ساين ثابت في تي هنا اهو. والكوزين نزلت زي ما هي، هتقول لي يا باشمهندس طب هنا موجب، خليها موجب، طب لو كانت سالب يبقى خد سالب عامل مشترك بره، خلاص؟ نبدا بعد كده، كوزين الثابت في تي اهو ساين فاي، يبقى ساين كوزين كوزين ساين، الاشاره اللي في النص موجبه، بعد الترتيب يبقى موجبه، يبقى هتبقى ايه؟ ساين افتح قوس الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، وعشان هي ساين بتاخدها نفس الاشاره اللي في النص، لو كانت موجب تبقى موجب، لو كانت سالبه تبقى سالب، تمام؟ دي الساين، نعوض عن فاي، بعد التعويض عن فاي طلعت بالقيمه دي. هنبتدي نرجع تاني، دي اف 1 اوف تي، لازم تعمل لها شيفت زي ما قلنا، تعمل شيفت بمقدار 2 في الداله اللي فوق بسبب وجود الاكسبوننشال في الاس دومين. بعد ما انا اعمل شيفت اشيل كل تي واعوض عن تي ناقص 2 هنا، هتلقى برضو الزاويه اخلصها هنا بعد تخليص الزاويه كده، تبقى ثابت في تي هنا، هتلقى الزاويه دي ناقص 2 في الثابت تطلع بالشكل ده، تمام؟ يبقى ده الحل النهائي. هل في طريقه تانيه للحل؟ انت بعد تحليلك للمقام، وقلنا كان في 2 في المقام طلعته بالبسط بنص، هبتدي اعيد ضرب القوسين اللي فيهم الجذرين كومبلكس كونجيجيت، يعني القوسين الكومبلكس كونجيجيت دول هبتدي اضربهم تاني بحيث ان احولهم لمعادله تربيعيه. انا سبت القوس الاول زي ما هو، القوسين دول قعدت اضربهم عشان تطلع معادله تربيعيه بالشكل ده. ده بيفكرك بايه؟ انا هشتغل بطريقه اكمال مربع، هشتغل بطريقه اكمال مربع، ده حل تاني للسؤال، خلاص؟ اكمال مربع، يبقى ابتدي اقول ايه؟ قوس من الدرجه الاولى، يبقى خلي بالك درجة البسط اهي اقل من المقام، يبقى اطبق القصور الجزئية. القوس الأول من الدرجة الأولى البسط بتاعه ثابت، القوس الثاني من الدرجة الثانية هقول إن هو غير قابل للتحليل بالنظر، يبقى البسط بتاعه يبقى من الدرجة الأولى بي اس زائد سي، محتاج أجيب الـ A والـ B والـ C. الـ A بجيبها إزاي؟ زي ما قلنا، القوس اللي تحت منه في المقام ألغيه من هنا. الباقي ده أهو، أبتدي أعوض فيه، اخد من الـ A مقامه، اقول المقام يساوي زيرو، يبقى S بتساوي سالب القيمة دي، اعوض في الدالة اللي طلعت بـ S بسالب القيمة دي، تطلع بالثابت ده. محتاج اجيب الـ B والـ C، ما اقدرش اجيبهم مباشر، ارجع تاني للدالة دي اوحد مقامات، بعد توحيد مقامات ما تنساش انت هتعوض على الـ A، انا عوضت على الـ A هنا، وحتى مقامات هاخد بسط الدالة الجديدة دي بعد التوحيد بيساوي بسط الدالة القديمة،
لان لازم يبقى في تساوي، يبقى البسط يساوي البسط. سويت البسط يساوي البسط، هقارن معاملات. هنا معامل اس تربيع عباره عن نص في 5، معامل اس تربيع هنا الثابت في ده في 1، هنا دول قوسين مضروبين في بعض، يبقى اعمل ايه؟ الاس في الاس يبقى 1 في بي، يبقى معامل اس تربيع هنا بي، يبقى معامل اس تربيع هنا اهو زائد معامل اس تربيع هنا بيساوي معامل اس تربيع هنا. اطلع البي هنا بالقيمه دي. هروح للحد المطلق، ده في ده يدينا الحد المطلق، السي في ده يدينا الحد المطلق، هنا سالب 1 في نص. يبقى ركز معايا كده اهو، يبقى ده الثابت في ده، ده الحد المطلق. عندي السي في ده حد مطلق وفي جمع بينهم عشان بجمع، وسالب 1 في نص يديني سالب نص، ده الحد المطلق. ابتدي اطلع السي من هنا طلعت بالثابت ده، ابتدي اعوض على البي والسي هنا بعد التعويض، هبتدي اعمل اكمال مربع. انا شرحت قبل كده اكمال المربع مش هعيده تاني. انا عوضت عن الاي والبي والسي، خلي بالك هنا معامل اس تربيع في المقام بواحد، تمام كلام سليم. معامل اس في البسط هل بواحد؟ لا، يبقى لازم اخليه بواحد، خليه بواحد، ان انا اخد القيمه دي بره عامل مشترك من البسط. هاخد القيمه دي عامل مشترك من البسط من هنا، واجي للقيمه دي عشان اخد منها الثابت ده اقسمها، يبقى اقول دي على دي تطلع بالقيمه دي، تمام، والسالب في النص اهو. هبتدي ابص للمقام دلوقتي، طول ما البسط بي معامله بواحد واس تربيع معاملها بواحد، طب لو يا باشمهندس لو اس تربيع معاملها مش بواحد، خد عامل مشترك، خد عامل مشترك بره بحيث لازم معاملها يبقى بواحد. هبص لهنا، الاس تربيع مضروبه في واحد، يبقى الاي تربيع بواحد، منها الاي تبقى بواحد. الجزء اللي في النص ده اللي معاه الاس السالب، القيمه دي عباره عن 2 اي بي، عوض عن الاي بواحد من فوق تطلع البي بسالب القيمه دي، خلي بالك سالب هنا، تمام. طيب انا محتاج بي تربيع عشان اعمل مكمل مربع. البي تربيع من هنا ربع البي تربيع، البي تربيع دي ربعها اهي، وخلي بالك القانون اي اس زائد بي الكل تربيع. هنبتدي نعمل ايه؟ نروح للمقام، انزل اس تربيع زي ما هي والاس زي ما هي بالمعاملات بتاعتهم، هنضيف هنا بي تربيع ونطرح بي تربيع، والحد المطلق ينزل زي ما هو. الجزء الاولاني ده اللي هنا ده عباره عن مربع كامل اللي هو اس زائد بي كل تربيع، وده وده هخلصهم. ركز معايا كده، يبقى ده عباره عن ايه؟ ايه بواحد، طب البي البي بسالب القيمه دي، يبقى سالب القيمه دي اهي كل تربيع، في مشكله؟ طبعا دي ودي هتطلع قيمه موجبه، موجبه لازم احولها لتربيع، يعني طلعت قيمه موجبه معينه، فتروح تاخدها على الاله تجيب لها الجذر وتحطها هنا وتقول تربيع عشان اوفر الصيغه او اوفق الصيغه في المساله. يبقى اخد القيمه دي بعد ما تطلع، اختصر دول ادخلهم على الاله واجيب لهم الجذر، تطلع القيمه دي واقول بين قوسين تربيع، تمام. ركز معايا كده، المقام ظهر فيه اس ناقص ثابت لكل تربيع، معناها ان اس حصل لها شيفت، طول ما حصل لها شيفت لازم اوفر الشيفت ده في البسط. يبقى اجي في البسط، طول ما هو هنا الاس حصل له شيفت بمقدار سالب، يبقى سالب الثابت، اضيف سالب الثابت فوق واضيف موجب الثابت فوق، يبقى كده انا ما عملتش حاجه، ومره مع السالب الثابت اخده بين قوسين والموجب يبقى بره، خلاص عشان يبقى نفس القوس ده توفر فوق. هبتدي اجزء البسط على المقام، يبقى ده القوس ده على المقام، الثابت ده على المقام، يبقى اهو تمام، الثابت او القوس ده على المقام اهو، ملخص ده او اختصار دول على المقام اهو، ما تنساش الثابت ده مضروب هنا وهنا اهو، ده بيفكرك بايه؟ داله كوزين بس حصل لها شيفت، او خلي بالك الاكسبوننشال في التايم دومين هنا، دي النظريه الثانيه، اكسبوننشال في التايم دومين، اس زائد ايه تربيع زائد اوميجا تربيع، اس زائد ايه، خدت بالك؟ يبقى الايه هنا بكام؟ بسالب القيمه، طب الاوميجا بكام؟ اللي هي تحت التربيع اللي جوه التربيع دي، يبقى دي داله كوزين مضروبه في اكسبوننشال. طب هنا بالنسبه للساين البسط بتاعها مش اس زائد ايه، لا اوميجا. طب هل هنا دي الاوميجا تربيع؟ اهي قارن اوميجا تربيع، يبقى دي الاوميجا صح؟ يبقى لازم اشوفها في البسط، عشان اشوفها في البسط اعمل ايه؟ يبقى اضرب الثابت ده في البسط واقسم عليه، يبقى اول حاجه هضرب دي في دي واخليها بره، اضرب دي في دي واخليها بره، وابتدي اضرب الثابت ده في البسط واقسم عليه بره، يبقى اضرب هنا واقسم، فده في ده على القيمه دي تطلع بالشكل ده، تمام؟ يبقى انا وفرت صيغه الساين مضروبه في اكسبوننشال. يلا نعوض كده، الاي هنا بسالب، يبقى اس زائد ايه المفروض تقول اكسبوننشال سالب اي تي، خلي بالك بقى واخد عكس الاشاره اللي مع الاس اهو، تمام. يبقى اكسبوننشال عكس الاشاره هنا تبقى ايه؟ اللي هي الثابت ده بالموجب، تمام، ودي عباره عن ايه؟ الكوزين اهي مضروبه في مين؟ في الاكسبوننشال ده، خلي بالك الاوميجا هي الزاويه، الاوميجا هي الزاويه هنا زي ما انت شايف كده اللي هو جوه التربيع.
نفس النظام مع الساين اللي جوه التربيع هو الزاويه مضروب في اكسبوننشال. عندي الاكسبوننشال اللي هو القيمه اللي هنا مع الاس عكس اشارته، وادي الثابت اللي بره. هنا بنفس الحل بتاع المساله اللي فاتت شايفينه نفس الحل. هتيجي من هنا تعمل شيفت تشيل كل تي تعوض عنها بتي ناقص 2 يبقى الحل صح، يا اما تروح تحوله لكوزين او ساين واحده. لو انت هتحوله لداله كوزين واحده بالشكل ده زي ما انا شرحت في السلايدات اللي فاتت اهو، يطلع الحل النهائي بالشكل ده. بعد كده بعد ما انت تحصل على كوزين واحده تشيلها، تشيل كل تي في المساله وتعوض عنها بتي ناقص 2 بسبب وجود الاكسبوننشال. خلي بالك سالب 2، لو كانت سالب 3 هتعمل شيفت بمقدار 3، يعني هتقول تي ناقص 3 وتعوض تطلع بالشكل ده. او ممكن تشتغل بدلاله الساين الوحيده زي ما انا شرحت برضو، وبعد كده تعمل شيفت. خلاص الكلام ده معاد من السلايدات اللي فاتت في الحل الاولاني. بكده احنا حلينا مثال واحد النهارده، طبقنا عليه نظريتين التايم شيفت والفريكوانسي شيفت، عرفنا ازاي نفكر. اتمنى تكون استفدتم الفيديو. لو عندكم اي اسئله او استفسارات سيبوها لنا على التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا السبسكرايب واللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا. Thank you.